بسم الله. هسه بنبلش نقشر موز، طبعا نص كيلو فيها موز غنية مثل الموز على خير. مستوي مستوي يعني اللي يعني لا عادي مش سوت اه لا 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 عادي عادي اه المهم ما يكونش اخضر ولا انه 100% يكون فيه طراوه شوي. هاي الموز هاي قدامكم موز اخضر ما بزبط. لا لا ما بزبط الاخضر، لا اخضر اصلا ولا بزبط حتى ناكله. ما بحبش الاخضر، هو حلاوته انا هادي بحب هاي الدرجه بالضبط اللي فيها الحلاوه المعتدله الزاكي 100%. هاي الموز هيك اخر خلصناه نص كيلو تقريبا نص كيلو. هيو بدنا نقطعه بس هيك عشان ايش نخلطه مع السكر. شو بدنا نحط عليهم هسه؟ السكر. السكر ايوه بننزل عليهم السكر. هسه بننزلهم وين؟ على الخلاط. تفضل بيتك ومطرحك. بننزل معهم كمان الزيت. اذا الزيت والبيض بعد السكر. أيوة. والموز. ايوه نخلطهم كمان دقيقه. يلا ممتاز. بس سلام يا شيف. هسه بننزل عليهم المواد الجافه. المواد الجافه هاي شو حطينا بالاول من الجاف؟ هي الكربونات. اول شيء بيكربونات صوديوم وبيكنج باودر، وهلا بيكنج باودر، وبعدين بعدين الطحين اخر شيء خلص. هاي هي سهله. هاي الفانيلا يا ابوي شو بحب هاي الفانيلا. هاي الفانيلا كثير هاي اصليه، هاي رهيبه. طبعا تابعوا الشيف ضرار عبر صفحاته على السوشيال ميديا، عنده على تيك توك 2 مليون وبيعمل شغلات حلوه كثير. بدنا ننزل الطحين شوي شوي على مراحل. انت تخلط وانا انزل لك الطحين، شو رايك؟ يلا يلا بسم الله. حلو. الخبيز بنحطه بالفرن حرارة 180. هي هيك صارت جاهزة 50 دقيقة. 50 دقيقة هي بعد ما الفرن هي صارت جاهزة. عندنا بنانا كيك بدنا 500 جرام موز مقشر ومقطع، 2 كوب من السكر، 5 بيضات، كوب وربع من الزيت، وملعقة من الفانيلا، 3 أكواب من الطحين، كربونة صغيرة، والبيكنج صودا وبيكنج باودر ملعقة صغيرة أيضا. الحرارة 180 و50 دقيقة بالفرن 100%. الكرة في جانبك.